فراح اروح هسه ناخذ اخر اتصال. شكرا جزيلا فوزية عيني، اريد شاي بعدين. راح ناخذ اخر اتصال لهذه الحلقه. قول الو. يلا الو. مساء الخير. الو. مساء الخير. مساء النور. من ويانا؟ مصطفى نادي. يا هلا بمصطفى. من وين؟ أنبار، محافظة أنبار. من؟ أنبار. محافظة، نعم. يا هلا بيك وبأهالينا بأنبار. زين مصطفى، على كل شيء آسف ما عدنا وقت، قبل نطلق السؤال تمام؟ تمام. يلا. يلا سؤالك يقول: ما هو الحيوان الذي يصوم أكثر من 8 أشهر في السنة؟ الدب القطبي، الأسد، التمساح. الدب القطبي. صح. الدب القطبي صحيح. صحيح. إجابة صحيحة مصطفى. يلا منين تختار جائزتك؟ طارق. طارق. أستاذ طارق. هلا أستاذ مصطفى، شلونك؟ شكرا جزيلا أستاذ مصطفى. سويت فضل كلش كبير، ولا هو ما ظل وقت يعني، فخلي نروح على صناديقنا. يلا نشوف صناديقنا اللي هي الأخضر والأزرق والوردي والأصفر، يا منهن تختار؟ الأخضر. تختار الأخضر. يلا يا أستاذ مصطفى ونشوف الصندوق الأخضر بأربع أظرف اللي هي الأصفر والأخضر والوردي، دقيقة، والوردي والأزرق، يا منهن تختار يا أستاذ مصطفى؟ هم الأخضر. هم الأخضر. ونشوف الصندوق الأخضر والظرف الأخضر شبيه، وختامها مسك. يلا. ليش؟ ليش؟ ربح ويانا ليرة ذهب. ألف مبروك، اختيارك صح، مبروك، تستاهل. ألف ألف مبروك يا مصطفى، تستاهلها طبعاً. طبعاً ما كان باقي لنا وقت هواية مصطفى، وكنت آخر متصل لحلقة اليوم من برنامج محلتنا، وربحت ويانا ليرة ذهب. ألف ألف مبروك، تصرفها بالعافية يا رب. شكراً جزيلاً على اتصالك مصطفى، تحياتي لك والعائلة كلهم. شكراً.